طابت أوقاتكم. البداية مع العناوين. الكابيتال كنترول على جدول أعمال اللجان المشتركة، فهل يتقدم طرح باسيل؟ عويدات ادعى على غادة عون وأحالها على الهيئة العامة لمحكمة التمييز. تركيا تعتقل متهمة بتفجير تقسيم وتتهم حزب العمال الكردستاني. الثانية وربع بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر الموقع otv.com.lb. في ساحة النجمة جلسة للجان النيابية المشتركة لاستكمال ما تبقى من جدول أعمال الجلسة السابقة، فماذا عن أبرز البنود وكواليس النقاشات وتحديدا حول الكابيتال كنترول؟ للمزيد تنضم إلينا زميلة سينتيا يمين من ساحة النجمة. سينتيا، يعني آخر طبعا التفاصيل من بعد انتهاء جلسة اللجان المشتركة، وكنا استمعنا إلى تصريح نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب قبل قليل حول النقاشات حول الكابيتال كنترول، تفضل. نعم نانسي، انتهت من حوالي نص ساعة جلسة اللجان النيابية المشتركة وتم البحث فيها بعدة بنود وأقر فيها بندين، هن البند الخامس والسادس. بدي أذكر أنه هيدي الجلسة هي متابعة للجلسة اللي صارت الأسبوع الماضي واللي كان فيها عليها 8 بنود للبحث وأبرزهم بند الكابيتال كنترول. اليوم أقر بندين، البندين هن إقرار مشروع إنشاء منظومات للصرف الصحي بقضاء البترون ومشروع القانون المتعلق بتمويل مشروع الطرقات والعمال في لبنان، وأرجع البحث بمشروع الكابيتال كنترول ليوم غد، ورح يكون البند الأساسي ليبحثوا فيه باللجان النيابية المشتركة. بدي أشير ننسي لأمر مهم بموضوع بيتعلق بالصرف الصحي بقضاء البترون، حيث سارع النائب غياث يزبك ليتبنى هذا المشروع بعد اقراره باللجان النيابيه، ويعتبر انه هذا مشروع كانت عم تسعى وراءه تكتل الجمهوريه القويه، انما بالحقيقه هذا المشروع عمل عليه الوزير باسيل لما كان وزير طاقه والوزراء الطاقه المتعاقبين، وتحديدا عمل عليه وتواصل لعده سنوات مع مجلس الانماء والاعمار ومع الصندوق الكويتي لتامين التمويل لهذا المشروع. وتمت المراسلات وفي كتاب صار بسنة 2019 والموافقة مجلس الوزراء حصلت بال 2019 وأحيل لمجلس النواب مشروع القانون للموافقة عليه بمجلس النواب، واليوم تم الموافقة عليه، وبالتالي تبني هيدا المشروع هو خلينا نقول غير صحي، لأنه هيدا المشروع انعمل عليه من وزراء الطاقة بدءا مع الوزير جبران باسيل واستمر مع الوزراء الطاقة المتعاقبين. وتحديدا رح شير انه بالكتاب يلي ارسله انذاك وزير الطاقه سيزار ابي خليل كان موضوعه ارسل لمجلس الانماء والاعمار، كان موضوعه طلب لحظ اعتماد اضافي ضمن مشروع القرض الكويتي لسد بعض النواقص في قطاع الصرف الصحي في قضاء البترون. بالتالي هيدا المشروع يلي انعمل عليه مع وزراء الطاقه المتعاقبين وتحديدا الوزير جبران باسيل والوزراء الطاقه فيما بعد، اليوم عم ينتهي بخواتيم سعيده على امل تنفيذه، وتم اقر باللجنه النيابيه المشتركه. وبدي اشير كمان انه غياث يزبك يلي كان عم يتبنى هذا المشروع هو نفسه كانوا هو وكتله الجمهوريه القويه كانوا عم يعترضوا على هذا المشروع داخل المجلس، وايضا كانوا يعني من نوع من المضحك انه كانوا نسيوا انه حتى يصوتوا عليه لو ما ذكرهم نائب رئيس مجلس النواب ياس بوصعب للتصويت عليه. بموضوع الكابيتال كنترول سينتي، هل من إضافة لازم نذكر فيها، خصوصا أنه حاكم مصرف لبنان كمان لم يحضر هذه الجلسة؟ نعم، بموضوع الكابيتال كنترول حكم مصرف لبنان مرة جديدة بيتغيب عن الحضور، بالرغم من أنه جلسة الماضية تم إرجاءها لليوم لأنه ما حضر حكم مصرف لبنان وأرسل نائب الحاكم عنه، بالتالي مرة جديدة بيتغيب وما بيتحمل مسؤوليته حاكم المصرف وما بيحضر هيدي الجلسة. وكان أشار نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب بأنه رح يستمروا بمناقشة الكابيتال كنترول حتى لو لم يحضر حاكم مصرف لبنان، ورح يكون بند أساسي
لبحثه بجلسة بكرة. وبدي أشير هون أنه في تباين بين الكتل حول الكابيتال كنترول، فالبعض بيعتبر أنه لازم يقر بصيغته يلي بتتضمن ضبط التحويلات للخارج لحتى نوقف استنزاف هذه الأموال ويكون في استنسابية بين أصحاب النفوذ والمواطنين العاديين يلي منهم قادرين يحصلوا على ودائعهم، والبعض الآخر بيربطها بسلة متكاملة أو بإعادة هيكلة المصارف ومواضيع أخرى، على أمل أنه يبت الكابيتال كنترول بجلسة الغد، لأنه الجدوى منه لازالت موجودة، لأنه حتى هيدي الساعة بعض المصارف بعدها عم تعمد لتهريب أو تحويل الأموال للخارج لبعض أصحاب النفوذ. لك الزميلة سينتيا يمين من ساحة النجمة. وفي قضية النائب العام في جبل لبنان وبعد امتناعه عن المثول أمامه في قصر العدل اليوم، ادعى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات على القاضية غادة عون أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز بجرم إثارة النعرات الطائفية والحض على النزاع بين عناصر الأمة والتحقير والذم وإساءة استعمال السلطة، وأحال نسخة من الادعاء على هيئة التفتيش القضائي. وكانت القاضية عون تقدمت أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز بطلب رد القاضي عويدات عن النظر في الشكوى المقدمة ضدها من رئيس مجلس النواب نبيه بري وعقيلته، هذا بالإضافة إلى تقدم القاضية عون بدفع شكلي بعدم صلاحية نيابة العامة التمييزية في هذه القضية لعلة العداوة بينها وبين القاضي عويدات. بالتزامن مع تحرك متضامن مع القاضية غادة عون رفضا للادعاء عليها. هي بس كانت عم تتساءل عن صحة المستند يلي اتصل بعلمها، وكانت عم تطلب المعنيين بها المستند لحتى يرفعوا السرية المصرفية عن حساباتهم ويضحضوا المعلومات مثل ما وردت فيه، بظل الأزمة اللي نحن فيها نحن كلنا بحاجة لحتى نعرف صحة المعلومات أو العكس. الرئيس اليوم ما حضرت، أنا تقدمت أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز بطلب رد الرئيس عويدات عن النظر بالشكوى عملا بالمادة 346 أصول محاكمات مدنية يلي بتنص على أنه المدعي العام عفوا اصول محاكمات جزائيه يلي بتنص على انه لما بيكون الجرم بيتعلق بقاضي بمدعي عام جبل لبنان الرئيس غاده بيكون المرجع الصالح للنظر بالدعوه هو على الهيئه العامه لمحكمه التمييز وليس النيابه العامه التمييزيه مثل ما وردت الشكوى، لانه دوله الرئيس قدمها قدام النيابه العامه التمييزيه بالوقت يلي الماده 346 اصول محاكمات جزائيه بتنص على ضروره التقدم بدعوه امام الهيئه العامه لمحكمه التمييز، بالإضافة إلى وجود خصومة بين القاضي غادة عون وبين حدة مدعي عام التمييز الرئيس عويدات، وفي مراجعة إبطال مقدمة منها أمام مجلس الشورى الدولي بتتعلق بتدابير أخرى تختص بعمل القضائي وبقرارات هو سبق واتخذها بحقها وهي قدمت بشأنها مراجعة إبطال. ماذا في أبرز التصريحات أيضا من التحرك المتضامن مع القاضية غادة عون أمام قصر العدل؟ احنا اليوم كجمعية أموالنا لنا حبينا ننزل نوقف تضامنا مع الرئيس غادة عون، خاصة أنه قانون السرية المصرفية قانون بهمنا أمره كتير نحن كجمعيات مودعين، بقى نحن بالنسبة لنا هيدي الرسالة يلي من جراء هيدي الشكوى هو أنه كل شخص بده يشتغل بقانون السرية المصرفية أو بده يعني يستعمل هذا القانون لفتح الملفات عم بيفرق فرجونا انه ليكو شو بيصير فيكم، اذا قاضي وادعينا علينا ادعينا عليها ب يعني امور لا تنطبق، يعني حيلا انسان بيشوف الجرائم المنسوبه لها بيعرف كثير وضوح انه لا تنطبق عليها، الرئيس اليوم منا بحاجه حتى تجاوب وتبرر لانه هذه الجرائم من نعرات طائفيه او قد حزام او افتراء او كلهم هدول لا ينطبقوا على الفعل، هي عملت تويت الهدف منه كان وما تبنته وكانت كثير واضحه باول جمله انه هي ما تبنته، كان الهدف منه تضوي انه في قانون سريه مصرفيه يلا خلينا ننكب على دراسه تنفتح الملفات تنقدر نوصل لاحقاق الحق، ونحن كمدعين هيدا يلي بهمنا اياه، بقى مشان هيك نحن متضامنين معه.
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال لقائه القائد العام للقوات الدولية العاملة في الجنوب اليونيفيل الجنرال أرولدو لازارو أن لبنان يقدر التعاون القائم بين الجيش واليونيفيل والتنسيق بينهما، مشددا على أهمية وقف الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية وتنفيذ القرار 1701. وأشار الناطق باسم اليونيفيل أندريا تيننتي إلى أن الهدف من هذا اللقاء هو إطلاع ميقاتي على آخر المستجدات على الخط الأزرق والتنسيق القائم بين اليونيفيل والجيش، كما على المستجدات فيما يتعلق بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تنفيذ القرار 1701 الذي سيصدر خلال أيام قليلة. من جهة ثانية، التقى ميقاتي سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف على رأس وفد، وجرى البحث في التعاون الثنائي والملفات التي تحتاج إلى متابعة، والتقى أيضا في حضور الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكي، المدير العام لدار الأيتام الإسلامية بشار قواتلي، وتم خلال اللقاء البحث في شؤون ونشاطات الدار. إلى ذلك، أجرى ميقاتي اتصالات بكل من الوزراء في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي، موريس سليم، هنري خوري والمدير العام لأمن الدولة اللواء توني صليبة، مشددا على ضرورة الإسراع في التحقيقات الجارية بشأن عملية التخريب التي حصلت على المصعد الكهربائي في منطقة الأرز وإفادته بالنتيجة واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق الضالعين في هذا العمل المدان. اتفاق بين بري وميقاتي على سلفة الكهرباء، فهل من يعترض على تمريرها بقانون؟ غريس مخايل والتفاصيل. بعد الاتفاق بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، تتجه الأنظار نحو الحل الذي توصل الرجلان إليه على الرغم تكتم شديد حول مضمونه في موضوع سلفة الكهرباء. ولكن وبما أن انعقاد مجلس وزراء سيكون مصحوبا بجدليات دستورية كبيرة جدا وبحسب بعض المعطيات، فأن الاتجاه هو لأن يقدم نواب من كتلة التنمية والتحرير اقتراح قانون لتأمين سلفة للكهرباء يغطيها مصرف لبنان على مدى 3 أشهر، تكون مصحوبة بزيادة التعريف وزيادة جباية حتى تتمكن مؤسسة كهرباء لبنان من إعادة الأموال للمصرف المركزي. وفي هذا الإطار، وبعدما أكدت أن الموضوع سيناقش في الجلسة المقبلة لتكتل لبنان القوي، سألت المصادر عبر الأوتيفي: حين كنا نناقش الموضوع قبل عام من الانتخابات النيابية أي في أيار 2021، جرمت السلفة حينها من قبل عدد من الكتل، وحتى أن القوات طعنت بها بحجة أن أموالها تصرف من أموال المدعين حتى انقطعت الكهرباء على هذا النحو. اليوم وبعدما أصبحت الانتخابات وراءنا وانتهت ولاية الرئيس عون، باتت السلفة مسموحة. سؤال برسم الرأي العام. قالت مصادر تكتل التي أكدت أنها تريد أن تأكل عنب لا أن تقتل النطور، مع أن الحديث عن 10 ساعات كهرباء يوميا واعتبار إمكان تأمين سلفة خزينة أمرا جائزا أمر مثير للريبة في السياسة. مصادر القوات سألت من ناحيتها عبر الأو تي في: لماذا لم يتم إدراج هذا الموضوع في الموازنة؟ هل لتخفيف عجزها بطريقة أو بأخرى ومن ثم طلب سلفة خزينة؟ أما إذا كان الأمر على نحو أن مؤسسة كهرباء لبنان ستعيد السلفة بعد تحسين الجباية فسندرس الموضوع، لكننا كنا نفضل أن يكون الأمر مدرجا في الموازنة. وسألت المصادر أيضا من أين سيأتي المركزي بالدولارات لتسديد المتوجب، وبالتالي نحن لسنا مع أو ضد، إنما المسألة تتطلب دراسة. النائب ياسين ياسين من كتلة النواب التغييريين أكد أن الكتلة لم تبحث بعد هذا الأمر، لكن موقفه الشخصي أنه من الضروري دراسة التفاصيل وشكل ومضمون اقتراح القانون، وسيكون لنا دور بإدخال التعديلات في حال احتاج الأمر وسنبني على شيء مقتضاه. أما النائب مارك ضوف قال للأو تي في: لن نشرع قبل انتخاب رئيس. وفيما يبدو موقف حزب الله واضحا لناحية دعم اقتراح القانون، كذلك ألمحت مصادر لقاء ديمقراطي للأو تي في إلى إيجابية مع عدم حسم الأمر بشكل نهائي. بعد إنجاز اتفاق الترسيم وفي خطوة عملية أولى واستعدادا لانطلاق الأنشطة البترولية في الرقعة رقم 9 وحفر البئر الاستكشافية الأولى فيها، انطلقت صباح اليوم في بيروت الدورة التدريبية الخاصة بقطاع النفط والغاز فيما يتعلق بالاستجابة لحالات الطوارئ وإدارة هذه الحالات، وذلك من ضمن التعاون بين هيئة إدارة قطاع البترول والإدارة المختصة في المؤسسات الحكومية النرويجية. وتأتي هذه الدورة في إطار اتفاقية التعاون بين لبنان والنرويج وفقا لبرنامج النفط للتنمية الذي تم تمديده لمدة سنة إضافية تستمر حتى نهاية العام 2023. ختام النشرة، للمزيد تابعونا عبر انستغرام، فيسبوك وتويتر. إلى اللقاء.